نورا الهواري من مدينة أزرو. المهنة ديالي ميكانيك طوموبيلات. اختاريتها لأنه لقيت راحتي فيها، اون بليس انا من الصغر كيعجبوني الخدام ديال الرجال، عزيز عليا نكتشف شي حاجه اللي ماشي اي واحد كيكتشفها، او بالاحرى ماشي اي بنت ممكن تدخل ليها. لا بالعكس، كانت رغبه شخصيه وصافي. نوعا ما كانوا رافضين الفكره في الاول بحكم المجتمع ديالنا انه ما كيرحمش والهضره كتكثر، وبحكم انني غادي نخدم غير في وسط الرجال وغادي نتعامل غير مع الرجال، ولكن من بعد صافي تقبلوها ومشات الامور مزيان الحمد لله. بالنسبه للنظره ديال الزبناء ليا، نظره ربما كيتفاجئوا، اغلبيه كيتفاجئوا، كاين اللي كيتقبلها كاين اللي ما كيتقبلهاش، ولكن الاغلبيه الصراحه كنتلقى منهم تحفيز وتشجيع ليا. اصلا قبل ما نخدم في هذه المهنه كان عندي وعي بانه المراه قادره دير اي حاجه، بانها قادره تزول اي مهنه، وبانه ما كاينش ديك قضيه ديال انه كاين مهنه ذكوريه ولا مهنه نسائيه. بالعكس، اي واحد ارتاح في هذه الحاجه خاصو يخدمها وقادر يخدمها، سواء امراه سواء راجل. وبالعكس، المراه خاصها تخدم، تنوض تخدم على راسها كما كنقولوا، تستقل بذاتها. وخدمه ديال الرجال راه قاده تخدميها انت واخا ما. المهام اللي كنقوم بهم، تعلمت حاليا ديغنوستيك، بروغراماسيون دي كلي، بروغراماسيون كالكولاتور، سميتو شونجمون دي بلاكيت، فيدونج، المهم بزاف ديال المهام الحمد لله. بمناسبة هاد اليوم اللي هو اليوم العالمي للمرأة، نبغي نقول للمرأة انتي قوية وقادة تبتي راسك في أي مجال كيما بغاو يكون. ما تقوليليش لا هذاك مجال ذكوري ولا هذيك مهنة ذكورية، بالعكس انتي اكتشفي القوة اللي عندك في الداخل ديالك. وكل عام وأنتم نساء رائعات ورائدات وقويات. ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.